مرحبا بكم في حلقة جديدة من ملا كيدز. كيما كنا راحت نتلاقاو نعديو هكا نصيف ساعة مع بعضنا نعملو جو، مانيش نكون وحدي، انتوما قدام التلفاز نتاعكم، وزادة باش يجيو بحذايا زوز صاحباتي اليوم نشوفو شنو عملوا في ماجيك سيتي، وبعد نتلاقاو انتوما وهما هوني. هيا واحد اثنين جو. صديقاتي أصدقائي، أصحاب بيكا في ماجيك سيتي. اليوم باش نهزوكم لأكبر بارك للصغار والكبار في البونليو سود وفي المراكب التجاري أزور سيتي. في ماجيك سيتي تنجموا تلعبوا في السوفت بلاي إذا عمركم أقل من 6 سنين. وإلا في لي غران مانيج كان تحبوا تعيشوا دي سونساسيون فورت مش باش تلقاهم كان عنا. إذا كنت ملاعبي وتحب تجرب حظك، عليك باللي جو دو غاشا اللي اللعب فيهم ينجم يخليك تربح برشا كادوات. ما لفش تستنى باش تمشي لماجيك سيتي، المركب الترفيهي الأول في البونليو سود. ماجيك سيتي، لو مون دو لا ماجي. نحنا توا في ماجي سيتي نكمل نلعب وادجيك. بيجو بيكا، عسلامة بيكا. احنا توا في ماجيك سيتي نكملو نلعبو ونجيو بحذاك. بيجو باهي، حاضرين باش تشوفوا نورشين ونايسين صاحباتي يجيو 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 يجيو. شكون باش يقعدوني وشكون باش يقعدوني؟ اهلا مرحبا بك. عسلامة. عسلامة بك. سافال ملا مشطه وملا فازيت، ويظهرني الراف المكياج زيدا. عاملين مكياج تاو كيفي انتوما ديما تماكيجوا ولا خاطر اليوم ملا كيدز؟ احنا كي نبداو ماشي مناسبة ماكيجوا. اذا مناسبة مناسبة سارة. اي شو معناتها مناسبة سارة؟ انا مناسبة سعيدة. مناسبة سعيدة، كانت رينا قد سعيدة اللي انتوما بحذايا اليوم. باهي دقيقة، انت دونك شنو اسمك؟ نورشين. نورشين، وانت اسمك؟ نايسين. نايسين، ما احلى اساميكم، شكون سميكم؟ انا سميني خالي. هاي؟ انا سميتني ما. هاي ربي فضلهم، خالك وماما. ودونك انت اكبر منها ما؟ اي. وانتم اخوات؟ اي. وقديش عمرك؟ انا عمري 8 سنين. هاي وانت؟ وانت قد عمرك؟ ترى نحسبه بصوابعنا. واحد. هاي؟ اثنين. وانت قولي اي ولا لا، عمرك اثنين ولا مازال نزيدو؟ لا هكا 5 سنين عمرك. واو، تمشي للروضه ولا للمكتب ولا التحضيري ولا تقعد في الدار؟ تمشي تحضيري. وهي وينو؟ حتى هي عندها لسان تعرف تحكي على روحها. راهو انت تمشي للتحضيري؟ اي. تعمل جو غاديكا؟ اي. اي اسمع، دار فيك تثبت في حاجات في الدار، شنو عجبك قولي؟ شنو عجبك في داري؟ ايه هذا الحصان هذا كان مزيان. الحصان مزيان، لي كورن هذيك عجبتك؟ شنو هي؟ زاد الكوجينة عجبتك. الكوجينة عجبتك؟ مالا نحب نقول لك اللي الكوجينة باش نطيبوا فيها بعد، مش توا باش نطيبوا فيها. اي شنو هي؟ انا بربي سامحوني نحب نحكي اما نشم في ريحة مقروض. فما مقروض في البكويت هذوما؟ اي. انتوما جبتوا المقروض؟ خاطر القيروان، واحنا جي لكم من ولاية القيروان. القيروان معروفة بالمقروض والزربية. اي شبيكم جبتوا ليش زربية؟ با قال لنا هزوا المقروض بيكا. بربي المرة الجاية كي تجي جيبوا الزربية. باهي. واه نفضلك عليكم. ديجا المقروض شو مادام انتوما جبتوا لي المقروض، حتى كان ما جبتوا حتى شيء، انا عندي ديلي سو شوكولا عليكم انتوما. اسمع تنجموا تحطوا المقروض على الطاولة كمسا. فوالا. هذا مقروض القروان. وجيتوا اليوم من القروان ولا جيتوا البارح؟ جينا من القروان. من القروان اليوم. اليوم. ملا تعبتوا شوية في الثنية؟ ما تعبتوش. باهي. تنا اسألكم بالوحدة بالوحدة خاطر قاعدين تكملوا في كلام بعضكم. شنو حوالك انت احكي لي ترى؟ انا
لاباس صافا تعبنك شويه؟ لا لا. تحب نبداو نلعب ولا نزيدو نحكيو شويه؟ نزيدو نحكيو شويه. نزيدو نحكيو شويه. علاش نحكيو؟ هي قبيكه قالت لي انت تقرا في التحضيري، تو باش نسالك انت عليها، هي فين وقسم تقرا؟ هاكا قعدت تقول لك بشويه ترى اسمعها. هيا. ترى هذوما قد ايه؟ ماهيش سنه اولى. ماهيش سنه ثانيه. سنه ثالثه. سنه ثالثه. القرايه شنحوالها؟ سافا. سافا. شنو المواد اللي ياسر تحبهم؟ أكثر مادة نحبها هي مادة الرياضيات. الحساب حتى الرياضيات. حتى في الدار نبدا نقول ما ولا البا أعمل لي با ولا ما عمليت حسابية وأنا نجاوبكم. معناها يقولوا لي سلام 15 مع كيكا. أنا أقول لك حاجة. أنا كان حلم حياتي نبدا باهية في الرياضيات، أما أنا مش باهية، دونك نشجعك باش تكون باهية في الرياضيات، خاطر أنا حتى باش نمتحنك توا ما نجمش، كان تقول لي حاجة غالطة ما نعرفش شنو الغلط شنو الصحيح، دونك ما معناتها فهمت كان بيودي أما ما نعرفش، باهي أباغ رياضيات. باغ رياضيات؟ باغ رياضيات نحب حصة تشكيلية، خاطرني أنا زايدة نحب البغيكولاج برشا برشا برشا. عندنا بغيكولاج هوني زايدة. ومغرومه بالبانتور بانتور بانتور كي تبدا عندك القواش ولا الالوان المائيه وتبدا هكا تبدا عندك البانسو هذيك الفرشيت وتبدا تلون. اي عندي انا عندي بانسو وعندي زاده قواش اما ماما تخلينيش تقول لي تو توسخ الدار. مي لا تحب اليوم في البريكولاج نعملو بانتور كم ساهوني حتى كيف مسخ لي دار تنظف الدنيا اش قولك؟ بيه احنا حكينا على القرايه يظهر وقايت نلعب ولا لا تحبوا نلعبوا؟ تعرفوا اول حاجه نلعبوها في ملكيت شنيه؟ شنيه دور الغيمه. ميلا خلينا نمشيو ثلاثه ندوروا لاغو يا ماما. يا ماما يلا بينا. باهي هذا لاغو يا ماما البنات واللي تفرجوا فينا هذوما نورشين ونايسي. باهي توا البنات شكون باش يدور لاغو يا ماما؟ احنا تفهمنا باش ندوروا مع بعض. عرفنا. اها وبربي باش نسالك حاجه قبل ما ننسى. نيسان شنو معناتها؟ اول مره نسمعوا الاسم محليه. نيسان معناها ربيع. اها وانت فصلك المفضل شنو؟ انا فصل المفضل هو الصيف. وانت؟ انا فصلك المفضل الخريف الشتاء الربيع كما اسم اختك الصيف. الصيف. الصيف كيف كيف نحبوا الصيف خاطرنا نحبوا البحار. اي وحلي البحر حتى الصيف هكا متواصل. في بالك لي انا سباحه. انت سباحه ماهره؟ وانت تعرف تدور لاغو زاده بالقويه؟ اي تو باش نحكيو على لاغو وبعد باش تحكي لي على السباحه. كان هكا تعلمني كنت نجم. باهي؟ اوكي. من الاول بدي نخاف من بعد. انا الناس نسيب بيدنا ما تبدا تعومك هكا انت تعومها؟ كيف عاود عوم ترى؟ واو مبلوله شايح شعرك شايح باش نرجعوا نصوروا شايح شعرك تفضلك عليك انت وين والماء ما فماش ماء عين داروا لاخويا ماما وباش نكملوا نحكيوا على البحر شعري تفضلك عليك شعرك يهبل فوالا اي حاضرين؟ حاضرين واحد اثنين ثلاثه داوروا مع بعضكم عاد عبي تربح يا تقرب للشكل برافو عبي تربح تفرجتوا فيها قبل ولا لا؟ تفرجنا فيها كيفاش لازم نعملوا؟ فما تكون فما محفظه وفما ادوات اللي يكمل يعبي في وسط المحفظه الادوات قبلها واللي يربح صح واللي يلبسها زين على ظهره باه اما هي فما زوز طرق فما الطريقه الاخرى فما هذيك فما طريقه واحده اخرى تذكرهيش فيك تنحيت لي ميسالش احنا باش نحضروا الديكور نتاع لو جو نريقلوا الميكرو ونرجعوا عبي تربح دونك كيما العاده عندنا لي كوب هذوما عندنا لي تي كوب شكون على ساق واحده دونك يمشي في ساعه معناتها الفكره شكون يعبي اكثر بلي كوب الكوب نتاعو حاضرين؟ حاضرين دونك نقولوا ثلاثه اثنين واحد انطلقوا يلا 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 يا سبقتك ساق واحده ساق واحده ما تنساوش ساق واحده
لبس صح في صافي صافي ليه مش هذيك نتاعك مش هذيك نتاعك نفس نفسك بالكعبة بالكعبة انتهي لي كوبو فيه ترى نتنفس وتاو التعب تعبنا لازم نحيهم اي خلنا نحسبوا بعد نحيوا فرد مره شقاو اجا نمشيو نحسبوا ترى الو لازم نحسب نتاعي اي بالطريق 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 نبداو هي بعد انت وين نحط اجا بحذايا هوني اجا بحذايا هوني نحطهم مساج في القاع واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة سبعة عنا سبعة هوني والبوكس الثاني واحد اثنية ثلاثة مش بعيد هذا نوسي أربعة خمسة ست باهي دونك قديش عنا تو عنا هنا أنا واحد اثنين ثلاثة أربعة أنت خمسة. عندك سبعة ستة سبعة وأنت عندك ستة, ستة. ولذا واحد أنا نسينا ها نيسونا يا ربي محلاه وخيتك ربحت محليك يا ربي به هو نيسونا ربحت امل كدويت للزوز عنا هوني محليك ذي النورشين ملا النورشين نورشونا وذي النيس ولا به دوك نخلي البيت يشوفوا كدويتهم نجم تحل تشوف كدوك دور هكا فوال تحب تقعد فوالا ونحلوا كدويتنا ونتلاقاو في البريكولاج تو سويت خلينا نخمل شويه الدنيا قولوا لي عاد عجبكم كدويتكم ولا نعاونك نشوف محليك تعاون فيا محليك برا شوف كادوك هاو هون فوالا ميرسي باهي توا وصلنا البريكولاج واليوم معناش بريكولاج اليوم سمعت فما شكون مغروم بالبانتور وامو ماذا بيه ما تمسخش برشا حويجو لا مش حويجو ما يمسخش الدار ما يبلبصش ش قولك احنا اليوم نعملو ناخذو عنا اون توال باش نعملو فيها بانتور واللي نحبو نعملو فيها بالالوان اللي نحبوها الكل ونوريو الماما وهي تفرج فينا كيفاش نجمو ما نبلبزوش الدنيا ش قولك فكره باهي قبل ما نبداو البانتور خاطر عندنا الماء عندنا البانتور هاو موجوده عندنا لي بانسو نوار باش نخدموا زيد مع بعضنا باش هكاكا مش نعملوا برشا تبذير نحطوا باختو بانتور ما نكملوهاش وتشيح باش نحطوا كي توفى نزيدوا مع بعضنا اوكي اما قبل ايش قالكم نعطيكم شويه حلوه تحبوا الحلوه ولا اي باهي اوكي الوغ عندي شو انا باش نعطيكم وانتم تختاروا باهي عندي هذيك هذه سي لا بات لا ماشي فما برشا دي بارفان عندي هذه ان فيت شو تبش تمغضها كيما هي ماشي في غوم اونديري في غوم ما هي حلوه تعرفها صار صار تعرف كونفيزري تريكي انت انت حتى انا نعرفها تعرفها زيد ما خلي اللي ما يعرفش نحكي لهم دونك هوني عندي حلوه ريتم انواع الحلوه اللي هنا نعرفوهم الكل جربنا بي وين باش تاخذوا منها توا حتى مش نقامه هذه نعرفها تعرفوا البالون زيد وتعرفوا هذيا الباور بوم هذيا اه هاكا لقيت حاجه ما تعرفهاش الو خلينا نحكي لكم شويه جوستمون على كونفيزري تريكي الصغار والكبار اللي مغرومين بالحلوى الو حلوى سوسيت باتا ماشي شوينغوم فما زيدا شاميه في الجروب دونك تنجموا تشريوا الشاميه توت لي فاريتي فما اون جام دو فاريتي ياسر كبيره فما بليزيور بارفان فما اللي بالسكر وفما بدون سكر من غير سكر دونك هذيك قلت لكم كبار وصغار ريجيم مش ريجيم تنجموا تلقاهم دونك في العطار الكل في لي غراند سيرفاس الكل دونك سي كونفيزري تريكي وبرش على كولونيا فم كوبيل نجم تحطوني وين بعد تنظم الدنيا بيه. اوكي نجم نحط غادي كا نبداو وكان تحبوا تزيدوا بيان سور اهوا هوني فوالا الوغ توا نحلك سامحني لا لا وي اليوم بريكولاج ربي عطاهم على قد قلبهم هما ان فيت مغرومين بالبريكولاج ويحبوا يعملوا البانتور اما ابارامون في الدار نتخيل راهو خاطر نتخيل امهم راهو كي بلبزوا الدنيا الكل بالبانتور وكل ما وكل حوايج والدنيا وكل دوك ماذا بها تبعد عليه السقف هذا دوك ما تخليهمش يعملوا بانتور في الدار خاطر باش ما يبلبزولهاش والذا في ملاكيد التبلبيز مسموح توا يا جماعه باش نبداو اذا شو اسمها ما هذا ونعرفوا هيك هذيا ياخذوا ريتو اللوح هذا يركبوا عليه هذا اسمه توال
يركبوها عليه هكا يطلقوه بالقداء ولا يعملوه بالجرافوز باش نجمو نحطو فيه البانتور اوكي باش هكاك يشرب ويشيح بيان سور كي نعملو البانتور لازم نخليو الحاجه تشيح باش بعد نزينو بها اوكي بي هذو ما تعرفوا شنو اسمها بانسو باش حاجتنا حسنا بالماء برافو حسنا بالقوا باهي خلنا اسالكم سؤال كل واحدة بجاوبني وحدها انت اعطيني الوانك المفضله شنو الوان المفضله الغاز هو الغاز 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 وين الغاز يا جماعه هذا احمر نجم نزيدو شويه ابيض يولي غاز شنو اخ وزيد نحب الاصفر الاصفر هو الاصفر نحب زيد النوار 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 والبلان هو النوار وبلا وهو البلان باش وانت شنو الوانك المفضله الروز الروز هو عندنا منه هوني هاي وزيد وزيد الموف الموف هو عندي هذايا وعندي هذا ونجم نزيدوه شويه ابيض يولي موف ترى عندي شي موف وحده 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 هو انا اي هاوي ذا غوز اي شنو اخر ذا غوز اي شنو اخر وزيدا وزيدا الوان البنات يا اخي فما الوان البنات والوان الاولاد ليه هو مفيش اما نرسين حاطه في مخي اللي فما الوان نتاع بنت وفما الوان نتاع ولاد خلي فهموها لي ما فهميش منها الفاز الالوان نتاع ما فهميش الوان نتاع بنت والوان نتاع ولاد نحكي معاك يا نرشي الالوان نتاع الناس الكل ولا الالوان نتاع الناس الكل الفكره كانوا يبلبزوا يا اخي لقيت روحي حطينا كلمه نتاع التلموت برك عليهم هكا الخدمه نتاعهم نظيفه وكل يا اخي لقيت روحي حتى انا وليت عفاك كلي كي صغير يعطيك هكا تولي تحب ياسر معناتها ملي نسخالك اللي باش يبلبزوني الدنيا الحوت لقيتهم منظمين وليت كلي لا توا البانسو تعملوا هكا بالماء وليت انا بدي دوموندوز اكثر والله مش حلو والله تنرفزت على روحي بعد بيني بروحي بيان سور راني غنيه بدي بنعملك في ورتك نصلح لك فيها شوي عندك غنيه؟ اي ها؟ غني هالك اي يا مان يا تحبوني ها غني هالك ليحت ليحت انت تعرف عاد شنو الغنيه غنيه مش نحاسه اتقم خلي لها قمر وتو يسكن بعد يجيهوني يجيهوني يسكن بعد باهي شنو قلت لها شنو قلت لها تقول هيك تقول يا انتم في داري باهي قل مفاجأة مفاجأة باردون امشي ملاهي فاجئني مفاجأة اوكي قمرون قمرون شك مالي قمرون وجميل وجميل شكنا النبي وجميل وكف مصطفى كان وردي آمي الله الله وكف مصطفى كان وردي آمي الله الله قمرون 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 شدنا النبي قمرون واو برافو تعلمتها وحدك ولا في المكتب؟ تعلمتها وحدي قد قعدت تحفظ شنو؟ انت خاك تحكي معنا على الغناء عشان تحكي الغناء على القمر قمر ليل وبعد شنو يخ تحكي سيد على سيد محمد اي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وهذه المفاجاه انتم قعدتوا توشوشوا هذه الكل على الغنيه هذه ولا عندكم مفاجاه اخرى عندنا مفاجاه اخرى بس نغنيها مع بعضنا في اخر الحلقه علاش في اخر الحلقه نحبتها وين ما دبهنا مع بعضنا لا مع بعضنا انا ونيشونا معناها دوك تو ما نغنيوش حتى توفى الحلقه ليه مش حتى توفى الحلقه نجم نغنيو غنايات تو امان اوكي ملك تحبوا تغنيوا لي حاجه قولوا لي انا هنحط لكم في البانتور
وانتوما كي تحبوا تغنيوا لي حويجه غنيوا لي وحتي برشا اكحل وانا نحبش برشا اكحل ماني قرتك بار حبناش قاعدين تقولوا يا ربي في ودنين بعثكم نجم نحط معاك بيتي اي انا حاطلكم الالوان تحبوهم في بالي اللي اختارتوهم هذوك الالوان اللي نحبوهم اما زاد النجم والالوان اللي يسحقوهم داكوغ اي سي فغي بي اختار البانسو نتاعك وش تبدا تلاو انت انت مثلا ورتك باش تعملها الوان باش نعملها بالرقص اه انا وبانسو اختار البانسو نتاعك خذ الفوشه اللي تحب عليها انا خديت الفوشه فوشتي زي ها من هنا باش انت خديتي هذيك وانا زاد باش ناخذ كيما اختي كيما تحب شو كيفاش نعملو بانتور ناخذ شويه نحطو شويه البانسو في الماء باش تتبل فوالا وبعد نختاروا اللون اللي نحبوا عليه من غير ما نعملوا بصوابعنا اوكي شو اعاود اعمل شو اعمل هكا وبعد اعمل هكا من غير ما تعمل بصوابعك وبعد خذ هكا ماغون عزيزتي حطينا كتابلو كمل وحطينا فيه اللماع حطوا انا ما عملت حتى شيء معاهم فريمون وصحوا بالاسم واللقب سيل فوبلي تغني لي حاجه اخرى ونخليكم تخدموا رايدين خلينا نكملوا نخدموا خاطرنا كنا بدينا نخدموا نحبوا نقعدوا ساكتين مي نخلي بناتي كانوا يخدموا رايدين ساكتين خلي تران فجأهم بحاجه بكشي نعملوا بوتيت بوز اوب انا هاني باش نمشي على روحي اما خلنا نعطيكم هذوما ذكر سالتني قبليك ها هوني تنجموا تلاونوا زيد عندكم ترين بي الوغ هذوما ريت حكيت لكم قبليك على كونفيزري تريكي دونك هوني شو تادا عندكم حلوة عندكم شينغوم عندكم شمية عندكم الفاكهة ما نحبهاش احنا شمية انا ياسر نحبها حتى هكا مع تختين وكل اوكي نجم تهديها حتى نهديها لما من الاخر نخليها عندي باش تهدي هذي لامك ما عجبكش الشمية شمية حتى انت ما تحبهاش انت كيما اختك كيف كيف في كل شيء حتى تبدا تحب على الحاجه اما مدني انا ما نحبهاش هي كيكة تحب تقلدني دي لا خاطرك انت توا ياسر تحبك انت اختها الكبيره شويه تتولي عندها شخصيتها وحدها ما نبدا انا هكا تقلقت نقول لها انت علي تتقلق تقلق عشان تقلد فيا لا عاد حتى كنا بداو في الصيف نشريو كلاص هكا تبدا تقلد فيا انا علي ناخذ وانا لازم تاكل خاطر انت مثالها الاعلى اختها الكبيره تحب ذكيه ما تقلي هي تقلد فيك خاطر انت اختها الكبيره احنا خنفضوا المشاكل العائليه نتاعنا ونتلاقاو في المطالعه تصفي نحط اي تنجم اختي خنحب السماية اما ما دمي اختي ما تحبهاش انا ما نحبهاش توا كي نقعدوا هوني شعلنا ما عرفتش شنو نعمل مطالعة تعرف شو معناتها مطالعة أنت ولا إيه؟ أنت تعرف وأنت تعرف؟ نعم شو معناتها مطالعة؟ معناها باش نمشي وين ماشيين؟ باش نمشي ونقرا قصة لا عاد شبيك تقولها أنت تعرف هي وحدها قصص احنا اليوم راهو احنا في المطالعة ديما داو عنا القصص نتاع يا إماما جروب بوان كو اليوم مانيش ناخذوا قصة باش ناخذوا نص من جسر النجاح انت قلت لي ما وبديتوا الامتحانات التدريبيه والتمهيديه ومازال الامتحانات كيفاش قلت لي قبيله مازال الامتحانات الرسميه فوالا توا هنا باش نبداو نمهدوا خاطر هذايا تنحكي لكم عليه دقيقه اقعدوا معايا خلينا نعطي قوتي للبنات وبعد نبداو نحكيوا على جسر النجاح نتاعنا بي عندي كيس لصاحبتي وكيس لصاحبتي الاخرى وعندي اوبا اوبا اصيل المهاد يا ربي يا ربي حافظين هالبيب دونك اوبا الشوكولا هذا ابواغ مذاق غني بالكاكاو وغني زادة بالفيتامينات عندنا الفيتامين ا الفيتامين بي 2 الفيتامين بي 9 اي لا فيتامين سي بي انا باش نعملكم حليبكم اما بربي قبل ما نحط الاوبا اوبا بعثت لكم كادويت دونك هذا اللي كنتي وهذا اللي كنتي لازم نشوفوها لا شو اقعد بكدي اقعد شو لا مش يا محفظة محفظة نجم نمشي بها المدرسة هاي تراح شوف شنو فيها فما حاجة تخلي نجم تهزم زي ده المدرسة يا أبا
فما دبوسة. هذيك دبوسة تحط فيها الماء نتاعك ولا العصير واللي هو كي تروح تغسلها وتعاود تستعملها باش هكاك نرتاحوا من البلاستيك ونفس الماء وكل. انا ما قلت لي باش ناخذ لك دبوسه نحط فيها الماء. هاكا ماما خذات لي رتحناك يا ماما. هاكا عندنا اوبا توا حطوا فيها الماء نتاعنا. وفما حاجه اخرى تنجموا تحطوا فيها ستيلويت. فما اوبا زاد زوز باكوات. وشنو اخر؟ عندي لحم. بحال الشكر شبيكة؟ لا عاد شكرة في الدار. إذا في الدار حلو ريت هذا لو ماء نفسه لي هوني شوكي باش تحلو تلقى هكا يا تروس. ما يتحلو في الدار مش هوني. أوكي تروس أبا زي أي هذيك تخبيه هوني تحلو في الدار كي باش تعمل بتي ديجني كي تاخذ فطور في الدار. فيه نفس الحاجة فوالا. دبوش شوف أبا شيخات. من بين ريحته كاوكاو أبا هاكا عملت لك أنت. هايجا أقعد بقديها باش نخبي لك. بجد أستاذ ستيلويتك حط فيها ستيلويت. أنا ما عنديش ستيلويت. شوي بشوي كتولي عندك ستيلويت. عندي زين ستيلويت واحد بي يكبختم بيه العمل منزلي اللي نتاعي. أنت أقعد أقعد أنت عندك أعمال منزلية ديجا في المكتبة عملتها كاو شوفناهم هذوما الكل شفناهم سيء. فوالا اسمعني عندك اعمال منزليه. شو يعطيكم دروس انت وانت قد الطرف؟ يعطيكم دروس كتيبه بالحق. تكتب حروف كلمات. توا بوغ لانستون هاكا عندك ستيلو بشويه بشويه اللي عندك برشا ستيلوات تحطهم في الدروس نتاعك. اوكي تولي في السنه الاولى يا بومبك شقاولك. صح هذا الاوبا توا بشفي. حاضرين نحكي لهم نحكي لكم باش نقراك صحه وبشفي يا ربي. اليوم باش ناخذوا جسر النجاح. جسر النجاح هذا دونك فيه نحضروا بيه الامتحانات نتاعنا. هاكا عندنا القراءه اللغه الانتاج كتابي رياضيات حساب ذهني ايقاظ علمي تربيه اسلاميه اي فرونسي. عندنا من السنه الاولى حتى للسنه التاسعه تلقاهم بيان سور سور لو سيت yamamagroup.com ولا عند اقرب مكتب يجي. الفكره اللي هذا باش نحضروا فيه دونك نحضروا بيه امتحاناتنا اوكي على مدى السنه. بي اليوم قررنا ناخذوا من ماده القراءه اخترنا نص. هذا هو الماده القراءه المستوى السنه الثالثه والاختبار نتاع نهايه الثلاثي الاول لا فان دو ديرني تريمستر. تحب كامل تحرك اوب نجم وحدك فانت يقعد انت نعطيك فوالا رديك من المغارفه على عينيتك. بي نبدا نقرا صحه. رغبتي شديدة يا أعزائي في أن أبني لكم بيتا كبيرا يكون فيه لكل منكم غرفة خاصة به تحيط به حديقة جميلة تغمرها الخضر والغلال وتفوح منها روائح الزهر والياسمين. صحت الأم والأطفال في وقت واحد. ما أروع الفكرة. فهمتوا حتى التوا؟ هاي تنهد الأب وقال عجبتهم الفكرة. عجبتهم الفكرة برافو عليك. تنهد الأب وقال وهل تحسبون الأمر سهلا؟ إنه يستغرق مني جهد السنين. سنيني سامحوني غلط في الشكل ريتو. تداول أفراد الأسرة الرأي بالاقتصاد والتدبير يمكننا الوصول. قالت الأم أبيع مصوغي وبعض الأثاث الكمالي في البيت وأبيع منابي من ميراث أبي. وقال الأولاد الثلاثة لن نطلب منك يا أبانا ثيابا جديدة لمدة 5 أعياد. وقالت كريمة لماذا نأكل اللحم يوما بعد يوم تكفينا دجاجة كل أسبوع. وقالت زينب لن أشتري الحلوى كل يوم تكفيني قطعة واحدة في الصباح وأخرى في العشية. ضحك أفراد الأسرة وقد شع من عيونهم بريق الأمل. به فهمتوه النص؟ باي. هو النص ينجم يكون صعيب عليك شوية أما برافو عليك هاك فهمتو. الفكرة اللي ديما كي نحضروا امتحان ولا نقراو نص نقراوه مش مرة كهوكا نقراوه مرتين ثلاثة لين نفهموه بالقدا. ومن بعد هوني عنا معالجة النص عنا أسئلة عنا دونك أسئلة باش نجاوبوا عليها من النص اللي قريناه باش نشرحوا المعاني هاكا فمعاني مسطرين نجموا نعرفوا الشرح نتاعهم.
بعد كي نكملوا ليزيكزارسيس هذوما الكل، التمارين اللي تحت النص الكل، عنا الاصلاح نجمو نتفقدوا في شنو اصابنا وفي شنو ما اصابناش. كان غلطنا في دار مش مشكله، على خاطر ماهوش الامتحان النهائي، دوك هذا يعاوننا باش نحضروا لامتحاناتنا. فكره ولا مش فكره؟ صحتك، كلك شوكولاته انت وليد. مش مشكله، على خاطر تو طلعوا الماشين حاجه مع الماكله هي تبع كوجينا توت سويت. اي قوموا نغسلوا الفم ليدي، فما يجي نغسل الفم ليدي. اي نجم كامل الحليب، انت كامل حليبك حتى حب الكوجينا. مازلنا تنظف. انا باش نمشي للكوجينا.